نستمر طبعا في فرز الإطارات، وكما ذكرنا سابقا المرحلة الأولى هي عملية الكشط. وزي ما قلنا أيضا إن كل ما زاد كمية العسل المغطى بالشمع هذا يعني زيادة نضج العسل. هذا العسل طبعا يفرز مرة واحدة في العام، لذلك يمر عليه عدة مواسم، يعني مر عليه موسم السلم، ومر عليه موسم السمر، ومر عليه موسم الطلح، ومر عليه موسم المورينجا، مر عليه موسم المانجا، مر عليه موسم العرفج، مر عليه جميع الأشياء اللي يتناولها النحل طوال العام. ودائما نتكلم انه يرجع جودة العسل الى تعدد المصادر، فكلما زادت عدد المصادر اللي يجمع منها النحل العسل كلما ارتفعت جودة العسل. وهذا السبب اللي دائما يخلينا نفضل عسل الجبال او ما اللي يتعامل بهذه الطريقة اللي يفرز العسل مرة واحدة في العام. يعني هذا العسل اللي امامنا لا نستطيع اننا ننسبه لاي نبات محدد، لانه في الحقيقة هو عسل عام كامل. من هنا تأتي جودة هذا العسل وطبعا ارتفاع اسعار هذا النوع من العسل. في مدينة أملج يعني غالبية العسال اللي تكون في الجبال هي عسال تفرز مرة واحدة فقط، وهذا سبب جودة هذه الأعسال. ولكن طبعا هذا له سلبيات اقتصادية، يعني ارتفاع الجودة دائما تكون على حساب الكميات اللي يجمعها النحل، لأنها حتكون الكميات بكل الأحوال محدودة. طالما يترك العسل في الخلايا، لأن النحل وخصوصا عند ارتفاع الحضنة حيستهلك كميات كبيرة من هذا العسل، فيكون في الحالة هذه أنت مخير، إما عملية الفرز المتعدد وهذا حتحصل على كمية كبيرة من العسل، ولكن طبعا الجودة أقل، الجودة أقل. فالنحالين هنا تعودوا على عملية الفرز تكون مرة واحدة فقط في العام، يعني من النادر أو قد لا يوجد نحال هنا عندنا يفرز العسل مرتين. طبعا هذا القرص الوحيد يمكن في المنحل كله اللي فيه جزء من الحضنة كما نلاحظها في الوسط هنا، هنا مع العسل، لأنه دائما أي قرص فيه ولو كمية بسيطة من الحضنة يترك للنحل، لا نقترب من أي قرص في حضنة. طبعا هذه الحضنة حوالي 30 أو 40 حبة، ويمكن لو شاهدناها ما أخذنا هذا القرص من أجل الفرز. طبعا هذه حقيقة عملية، هذه العمليات من العمليات الممتعة عند النحال اللي هي عملية الفرز، عمليات التصفية وما إلى ذلك، لأنه النحال يشوف مجهود سنة كاملة، يشوف نتيجة تعبه ونتيجة تفكيره ونتيجة محاولاته نتيجة تجاربه. يعني هنا الحقيقة مثل ما يقولوا.
طبعا هذه المناحل لا يتعامل فيها بالسكر نهائيا بأي حال من الأحوال، لا تغذى أبدا نهائيا. طبعا هذا أحيانا يكون سبب، بل هو سبب أساسي في فقد كثير من الخلايا أحيانا في بعض المواسم اللي تكون مجدبة. طبعا أكبر مشكلة نواجهها في مناحلنا هي النحالة المتنقلة اللي تجي بجوار المناحل. أنا منحلي طبعا في أم غواشي قريب جدا من الحرات، يعني حوالي الحرات اللي هو البر، حوالي جميع أشجار السمر والطلح والسدير، الأشياء البرية كلها تقريبا ملاصقة للمزرعة، لأنه جزء من المزرعة أنا عندي حرة أصلا. فأحيانا يزورونا النحالة المتنقلين، ولكن للأسف يعني تضررت منهم العام الماضي بشكل كبير جدا. العام الماضي نقلوا لي النزيمة، ويمكن تسببوا في قتل حوالي 70 خلية تقريبا في شعبان وفي رمضان. كانوا النحالة للأسف يعني جنب خارج المزرعة حقتي حوالي 200 متر. طبعا ربما هو لا يعلم انه جنبه مزرعة، وفي نفس الوقت الواحد يتحرج انه يقول للآخرين لا تنزلوا بجواري او ما الى ذلك، ولكن حقيقة العام الماضي كانت النتيجة خسارة 70 خلية بسبب النحالة المتنقلين. نعيد الكرة، طبعا عملية الفرز البداية بشكل بطيء، وبعد كده هتزداد السرعة.